بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله، وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك ومجالسة الأغنياء. وأخرج الحاكم وصححه، وضعفه الذهبي عن سعد بن طارق رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. وإذا قال العبد: قبح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبح الله أعصانا لربه. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وسننه، الدنيا سجن المؤمن وسننه، فإذا خرج من الدنيا فارق السجن والسنة. الدنيا سجن المؤمن وسننه، أي فقره، فإذا خرج من الدنيا فارق السجن والسنة أو السنة فإذا خرج من الدنيا فارق السجن والسنة. وأخرج الحاكم والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصحح عن الأعمش عن أبي سفيان رضي الله عنه عن أشياخه قال: دخل سعد رضي الله عنه على سلمان يعوده، فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك، قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، بمعنى أنه قليل يبلغه مسافته، وحولي هذه الأساودة، وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. وأخرج الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وأخرج الحاكم وصحها وضعفه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله تعالى إلا بعدا. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد عن سفيان رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح ذبابة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية عن المستور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر ثم يرجع، يعني ليست بشيء. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم وابن مردوية عن أبي عثمان النهدي قال: قلت يا أبا هريرة: سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فالدنيا ما مضى منها إلى ما بقي منها عند الله قليل. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فكيف الكثير عند الله إذا كانت الدنيا ما مضى منها وما بقي عند الله قليل. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش رحمه الله في قوله: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كزاد الراعي. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم قال: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: أتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: آمالي كثير، ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره وبكى وقال: أف لك من دار، إن كان كثيرك القليل وإن كان قليلك الكثير، وإن كنا منك لفي غرور. قوله تعالى: إلا تنفروا
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وأخرج أبو داود وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه فأنزل الله هذه الآية فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابه، فكان ذلك عذابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله قال: لما نزلت إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما، وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون: قد بقي ناس في البوادي، وقالوا: هلك أصحاب البوادي. فنزلت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: نسختها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، قال: ذكر ما كان من أول شأنه حتى بعث يقول الله: فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك، وهو ثاني اثنين. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي حاتم عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رجلا بثلاثة عشر درهما، فقال لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي، فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خرجنا فأدلجنا فأحفظنا يوما وليلة حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظلا فآوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرشت له فروة وقلت: اضطجع يا رسول الله، فاضطجع. ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقلت: وهل أنت حالب لي؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل لي شاة منها ربطها،
ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه ومعي إداوة، على فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن، فصببت على القدح من الماء حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته حتى استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت هل آن الرحيل؟ قال فارتحلنا والقوم يطلبون، فلم يدركهم منا إلا سراقة على فرس له، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، قال لم تبكي؟ قلت أما والله لا أبكي على نفسي ولكني أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكفناه بما شئت، فساقت فرسه إلى بطنها في الأرض، صلد ووثب عنها، وقال يا محمد إن هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا على الطرق وعلى الأجاجير، واشتد الخدم والصبيان في الطرق. الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، حتى تنازع القوم أم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر، وأخرج الإمام البخاري عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال خرجت أطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، حتى إذا دنوت منهما عثرت بي فرسي، فقمت فركبت، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر التلفت، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ الأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان، فناديتهما بالأمان فوقفا لي، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن مردويا وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل لحق بغار ثور، قال وتبعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسه خلفه خاف أن يكون الطلب،
فلما رأى ذلك أبو بكر رضي الله عنه تنحنح. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه فقال له حتى تبعه، فقام له حتى تبعه فأتيا الغار، فأصبحت قريش في طلبه، فبعثوا إلى رجل من قافة بني مدلج فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار، وعلى بابه شجرة، فبال في أصلها القائف، ثم قال: ما جاز صاحبكم الذي تطلبون هذا المكان؟ قال: فعند ذلك حزن أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. قال: فمكث هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار 3 أيام، يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة وعلي يجهزهم. فاشتروا 3 أباعر من إبل البحرين، واستأجر لهم دليلا. فلما كان بعض الليل من الليلة 3، أتاهم علي رضي الله عنه بالإبل والدليل، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، وركب أبو بكر أخرى، فتوجهوا نحو المدينة وقد بعثت قريش في طلبه. وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلي وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وعائشة بنت قدامة وسراقة بن جعشم، دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس على بابه، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم، فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو ياسين والقرآن الحكيم الآيات، ومضى. فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: قد والله مر بكم. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، فدخلاه وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار، فقال بعضهم: إن عليه العنكبوتا قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن عائشة بنت قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خرجت من الخوخة متنكرا، فكان أول من لقيني أبو جهل، فعم الله بصره عني وعن أبي بكر حتى مضينا. وأخرج أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا مواجه الغار فقال: يا رسول الله، إنه لرائينا. قال: كلا، إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها. فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان يراك ما فعل هذا. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن إبراهيم التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الغار ضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا الغار. قال أمية بن خلف: وما أربككم إلى الغار؟ وما أربكم إلى الغار، أي قصدكم؟ إن عليه العنكبوتا كان قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العنكبوت، قال إنهما جند من جنود الله. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن أبي ميسرة رضي الله عنه قال: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود عليه السلام حين كان طالوت يطلبه، ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وأخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي وكلاهما في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحقنا. فقال: اللهم اصرعه. فصرع عن فرسه فقال: يا نبي الله، امرني بما شئت. قال: تقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار مسلحة له، أي سلاحا يدافع عنه. وفي ذلك يقول سراقة مخاطبا لأبي جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه، علمت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ وأخرج البيهقي في الدلائل. وابن عساكر عن ضبة بن محسن العبري قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت خير من أبي بكر. فبكى وقال: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته؟ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة خرج ليلا، فتبعه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، اذكر الرصد فأكون أمامك، واذكر الطلبة فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلا. فلما راه أبو بكر رضي الله عنه أنها قد حفيت، حمله على كاهله وجعل يشد به حتى أتى فم الغار فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإذا كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم ير شيئا فحمله فأدخل، وكان في الغار خرق في وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي. فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدما، فجعلنا يضربنه وتلسعه الأفاعي والحيات، وجعلت دموعه تتحدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، أي طمأنينته، لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذه ليلته. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.